بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا هنعمل طريقة فراخ بالبصل بالتتبيلة، حلوة جدا ولذيذة وخفيفة جدا. انا دلوقتي عشان الوقت جبت بصلتين كبار وخرطتهم، مش ضروري اي تخليطة انت عايزاها، يعني تحاولي تخليهم مش حتت صغيرة قوي. وبعد ما حطيت لها شوية ملح صغيرين وشوية بهارات صغيرة، انا عندي الفراخ غسلاها ومتبلاها تمام. فراخ مخرية مش مخلية براحتك، انا النهاردة عاملاها مخلية تمام، مش واردة وقت خالص وظريفة، يا دوب على النار هتبقى تلت ساعة اوكي. انا كده هخلي الفراخ تاخد صدمة، الفراخ تاخد لها صدمة، هسيبها. دي لذيذة جدا وحلوة، وبتبقى الصوص بتاعها كده يعني حلو لذيذ، بتاكل جنب رز ابيض، رز بشعرية، مكرونة، تتغمس بالعيش وهنشوف. احنا هنسيبها كده حوالي دقيقة كده على الوش ده ودقيقة على الوش ده لحد ما تاخد اللون الذهبي، ونقلبها على الناحية التانية. تابعوني. احنا عملناها كده اخدت صدمة اهي، اخدت صدمة على النار من الوش ده حوالي دقيقة او دقيقتين تمام، ونخليها تاخد برضك ايه يعني برضك دقيقتين كمان كده، وظريفة مش وحشة تتاكل. قلنا مع مكرونة، ممكن مثلا رز ابيض، رز بشعرية، تتغمس بالعيش مع حتة بتنجانة مخليلة، شوية سلطة ظريف. اما نشوف كده اهو، نكون نشوف. انا خليت ان هي تتغلي، انت عايزة تعمليها من غير يعني تعمليها بالعظم مش مشكلة، بس هي ظريف ابتدت نوعا ما تاخد اهي وريحتها تحفه. متبله بشويه ملح وفلفل وشويه زعتر، التوابل اللي انت عايزاه، بس ما تحاوليش تكتري في التوابل. انا طبعا كنت نقع الفراخ دي بشويه ملح وفلفل برك، وغسلها كويس بالخل وكل حاجه يعني. تمام، نشوف مع بعض، خليكم معايا ونشوف هنعمل ايه. انا هنا حطيت لها شويه ميه ومعلقه صلصه واحده، ممكن تكون قطايه مبشوره يعني مش كتير، معلقه معلقتين بالكتير خالص. واول ما تبتدي تغلي هنغطي عليها، واول ما تبتدي تغلي هنوطيها شويه ايه يعني على نار بس مش هاديه قوي، وهنبشرها. كل لما تشرب الميه بتاعتها نديلها كمان ميه. انا هنا حطيت لها تقريبا نص كوبايه ميه، حتى تاخد تشرب ميتها نحط نص كوبايه ميه تاني، وهكذا وهكذا لحد ما نشوف هتعمل ايه. وكان في معلومه عايزه اقولها لحضراتكم، لو عندك لحمه كبيره زي ما بيقولوا عجوزه، فرخه كبيره، ديك رومي، بطايه، اي حاجه كبيره بتاخد فتره في السوى جامده جدا، كوارع، اي حاجه من الحاجات اللي بتاخد وقت على النار، عن تجربه واعملوها مش هتندموا. النوى المشمش النوى البلح يا جماعه، نوى البلح معجزه بصراحه، ما شاء الله سبحان الله، فعلا شجره طيبه. لو حطيتي في قلب الاكل بتاعك ثلاثة نوايات بلح مع الحاجه اللي بتتسلق بتسويها بسرعه، حتى البقول انا جربتها عن الفاصوليا والحمص الشام تحفه، والله تحفه. جربتها في اللحمه الكبيره شويه اللي بتاخد سوا سريعه جدا، في الكوارع وهكذا، فجربوها بصراحه هتنجز معاكي جامد جدا، نصيحه يعني تمام. البقول كمان كده اهو ابتدت اهي حضراتكم اهي تمام، بصوا منها ما شاء الله تحفه، نجيبها على الوش كده تمام كده.
هنحاول بقى نسيبها على النار نغطيها، ولما تعوز ميه كل شويه نديلها نص كوبايه بنص كوبايه. تابعوني وهنبقى نشوف هتوصل ليه. ورجعنا لحضراتكم، وادي ده الشكل النهائي للطبق بتاعنا. الفراخ بالبصل المتكرمل وتوابل خفيفه. بصوا ما شاء الله، ولا اطعم ولا اجمل من كده. ويتقدم مع العيش بقى الشامي البلدي براحتكم، مع طبق سلطه، وتقدموه مع رز ابيض او رز بشعريه او مكرونه، او يتغمس كده يعني هو في حد ذاته كده، بسم الله ما شاء الله يتغمس لوحده. ويا رب يا رب يكون الفكره عجبتكم، والطبق باذن الله تعالى يكون عجبكم. ما تنسوش بعد اذنكم لو عجبتكم الحاجه اشتراك ولايك وشير. شكرا، السلام عليكم.